طبعا احنا مركز الكفيل للانتاج الفني والبث المباشر التابع لقسم الاعلام في العتبة العباسية المقدسة. مع حلول الايام الفاطمية وذكرى شهادة السيدة الزهراء عليه السلام، قدمنا خدمة للزائرين بين حرمين الشريفين، اللي هي تقنية الواقع الافتراضي اللي المعروفة بالفي ار. الناس تفاعلوا، اجهشوا من البكاء وما قدروا يتحملون المشهد، فهذا خدمة قدمناها للزائرين الكرام، وإن شاء الله قدر ما نستطيع أنه بالمستقبل القريب نقدم أي شيء يوفر خدمة للسيدة الزهراء ومظلومية ويبين مظلومية الزهراء عليه السلام للعالم أجمع. والله يعني أشكركم من كل قلبي جدا جدا ورحم الله أبديكم، يعني كأنما تعيش اللحظة المأساوية مع الزهراء سلام الله عليه، يعني حقيقة. جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم إن شاء الله. إلا مولاي سعد الله قلبك يا صاحب العصر والزمان على هذه الفجيعة، والله مؤلمة. يعني هسه هذا فيلم، يعني هيك فيلم شيء عادي، والله شيء لعباب قلبي. وكيف الحقيقة؟ الحقيقة مرة حقيقة إن الزهراء سلام الله عليها يخصم حقها وتعصر ما بين الحائط والباب. والله نوصف مشاعرنا مشاعر حزينة وصعبة بهذا المشهد وهذا المصاب الجلل، يعني مو هين احنا نشوف هيك مصاب، يعني كأنما نعيش الحالة بهذا المنظر يعني الحزين جدا. كل الشكر والتقدير لكم بهذه الفكرة الجميلة واللي توصل مأساة أهل البيت ومظلوميتهم للمجتمع. طبعا هاي المبادرة الشريفة اكو هواي ناس عن مظلومة الزهراء. الزهراء لا قبر لا تشيع. أنا أعتبر من هذا اليوم البرنامج مالتكم الجميل وهذا العمل أعتبره فاتحة للزهراء وتعليم للأجيال اللي حالياً ما يعرفون أي قضية عن الزهراء.